قال شيخ عندنا: نقول في سجود السهو سبحان الذي لا يسهو ولا ينام. وقال: إنه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان ليس صحيحا فماذا نقول في سجود السهو؟ جزاكم الله خيرا. الذي يقال في سجود السهو هو الذي يقال في سجود الصلاة تماما، يقول سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك، وإن دعا في سجود السهو فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء في السجود، وقال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقانون أن يستجاب لكم. أما قول سبحان الذي لا يسهو ولا ينام فهذا لا أصل له فيما أعلم. وقد توهم هذا الذي قال لكم أنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.